أعرف على طريقة وكيفية حل المشكل إيجاد الرحلة للمدينة على تطبيقكم إندريف. نقوم بالضغط هنا، بعدها سنقوم بانتظار قليلا، من ثم سنقوم بالضغط هنا، بعدها سنقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الرحلات في المدينة. وبعدها سوف نقوم بانتظار قليلا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونكون في فيديوهات القادمة إن شاء الله.